مشرح محمد عبد الله علمي محمد عسي او كمدر لنيرادة قبل كالساحيل ايا مانتا وحا مشرح نمدي ساني كغرد واقاي ديگان كرداي مولا ادين عاكم فرق البيت كغب ايغان مغالا دا بربرا مشرحاني ايا ساكا سعودا الكتغي ديگان دا سي يوك ديگان هوسي مادا وحان هالكا سيسي بلالن قسور دوويي بلشادا كردقان ديگان دا سي داي مولا يكو هوسي مادا وحاين ادمات تودبشاقي اني عدك سنطنان مشرح محمد عبد الله علمي محمد عسي كورمك حدار الهين وحبوبة استفرياعة استغيس لأنت لكن ما تتاسو حانو كسوق عدن اتصالي دورسين هروف ربان دون السوق المي تيرو عايسكو آمو ودي سيارة ايو نستوين شرورتو دي بربرغو حكم دعا تيرو عايسين وما تلبن انو قلها ديگان كاسو شرح انو دي عرقتي عانتي دي وياشي لا عرقتي دا ايو حانو استبع عنين عنو ما تسو شرحنو محمد عبد الله علمي شلي تلاني نكي حفلتي سودعوي محمد جامع وشلي تلاني حفلتي سودعوي كده عوي إلا ما تلبايا إنن أي نصوص صارنا لإسكاف سودعوه بانولي محمد حلي بان سودعوه إن شاء الله وحيرو بلنا محمد عبد الله علمي قد كينا نسينا مستقبلك إن شاء الله دو يا رب الله نصومها وحان وين هاي الله يكبره له أردت أن أقول لك وحاولين هاي إنه أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا محمد عبد الله أنا أقول لك 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 أنا أداسون كان مرتبة صعب لغاية محمد ذاته يوسف علي الأندريه محمد يوسف يسيا الكورة حجر يوسف ترى ذلك مجرح محمد عبد الله علمي محمد عاسي او يسوغو هالكاسي قبي قبي ديكا هاللي ايا الشيغي ان يسوغو ترتم ايد دورشادة فودة ان يقوصو هاي سيدي عدون تال لبدا كون ايو ساقالي طبانكا وحانو مشرحو هالكاسي كسو بانديقاي هانكي سا سياسة دي سوغو انا بلشادة كاعو صدي سيدا ايو شو دوويين ان اي ما انتا عدكنا اوغو عديان وحانا مشرح هاد اللي دي سي كم بدها لبقو حلم هاي عدليا كل سوي تطيره ka soo qayb galay xafladan aan ugu tala galay inaan ku shaaciyo musharaxnimadeeda aan ugu tartamayo golaha deegaanka degmada Barbara waxa ay ku kalifay oo hankaan maanta la soo hor istaagay uu yahay inaan ka qayb qaato tartanka golaha deegaanka degmada Barbara ee waa la qaban doono markii aan arkay baahiyaha ka dhex taagan ay u baahan yihiin wax laga qabtay oo qabay maamulka ameenka jooga ama kii hore soo maray waxa weeyaa aniga halkaygu in aan xildhibaan noqdo kaliya fatmaaka tubaa soo shaqo tagin in aan xildhibaan noqdo waxa laga yaabaa xildhibaanada mushaharkooda maanta jooga ee golaha deegaanka ay raaw ku mushahar bari waa dhici karta waxaan idin ku yimid waan maanta doonayaa inaan raaciyo ku daro xafladeeda shaacinta inaan u tartamo in aan noqdo guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Barbara halkaas ayaa waxna laga saxi karaa waxna ka qaldaba Maxamed Cali Dhuux telefishiga caalamiga badcas 24 TV xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Barbara